يعود سبب هجرتهم إلى عدة أسباب. مصادر تاريخية لا تذكر لنا كم استغرقت هذه المراسلات، أو الضغوط السياسية أو الحربية أو العقائدية، ولا نعلم الحقيقة الأسباب الحقيقية. لا نعرف تحديدا، إنما تشير المصادر إلى أن قدومهم كان في القرن الرابع. في النطاق العام ربما هي أسباب أمنية، أسباب اقتصادية، أو أسباب أخرى لم يعرفها المؤرخون. الأسباب الهجرة الأساسية من منطقة نجد كان لاتباع الكلاء والمعيشة. أما لكون اليمامة التي كان يسكنها بني حنيفة كان يعني قد أصابها القحط، أو الضغوط السياسية أو الحربية أو العقائدية، أو بسبب خلافات سياسية مع الدولة الأخيضرية التي كانت قائمة في نجد، ولهذا استقروا في منطقة اسمها منطقة الدرعية وهي موجودة إلى الآن. هذه القرية كما هو المعروف عن قرى الجزيرة العربية مؤكد مبنية من الجص والطين، استقر فيها الدروع. في هذه المنطقة التي تقع غرب جبل الظهران بخمسة وأربعين كيلومتر وشمال محافظة بقيق بخمسة وثلاثين كيلومتر، سميت الدرعية نسبة إلى الأرض التضاريسية التي يحيط بها السواد من جهة والبيض من جهة، نسبة إلى محافظة البيضة ومنطقة السواد، وسميت الدرعية والدرعة. وفي عام 1446 في تقريب ميلادي الموافق تقريبا 850 تراسل أمير الرياض في حجر اليمامة مع أبناء عمه الذين موجودين هناك في الأحساء، وهو جد الأسرة السعودية مانع المريدي. بعد أن انتهت مسببات الرحيل، ويبدو أن بن درع أيضا راعي حجر اليمامة أراد أن يتقوى بالدروع، وابن عمه مانع بن ربيع المريدي لأن يستقوا بأبناء عمومتهم الساكنون في المنطقة الشرقية. هذا دليل على أن مانع كان ذو سلطة وكان ذو قرار. أما أسباب العودة فكانت بطلب من ابن عمه حيث لم يكن له وريث، وغادر المنطقة منى من الدرعية عام 850 هجري، تاريخ اللي ذكرته كل المصادر النجدية، ميلادي 1446 في زمن مانع ابن ربيع المريدي. نجد أنهم انتقلوا من منطقة الشرقية إلى منطقة الرياض. مع أهمية هذه الشخصية الواردة في التواريخ النجدية، شخصية مانع ابن ربيع المريدي، هذه الشخصية التي كان لها الدور الكبير في تأسيس مدينة الدرعية الحالية، ذكرتها الإشارات المبكرة عند الفاخري وباللعبون وغيره من المصادر النجدية، وبعد ذلك ابن بشر لديه طموح، ولذلك أوجد يعني التجمع السكاني في هذه المنطقة، واستثمر هذه المنطقة زراعيا له ولأبنائه ولأسرته. وبعد ذلك نجد أنه تكونت إمارة آل سعود في هذه المنطقة. فقدم مانع المريدي على هذا ابن عمه في حجر اليمامة في الرياض، فأعطاه ابن عمه منطقتين واقعتين في شمالها التي تسمى المليبيد واصيبة، التي هي الحيين الرئيسيين في الدرعية، والتي سكنتها الأسرة السعودية من ذرية الأمير مانع المريدي من هذا التاريخ عام 850 إلى قبل أيضا عملية التأسيس. هذه الأسرة كان عندهم توجه وكان عندهم يعني أنفة أنهم لا يخضعون لأي سلطة خارجية.